السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي ليلة اليوم الأول من شهر شعبان لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يسرني إلقاء هذا الدرس الذي هو بعنوان قواعد أصولية وتطبيقات عملية في مجموعة الدروس العلمية وما ينقل إليها من مجموعات أخرى. هذا الدرس كما ترون يتعلق بعلم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه هو أهم علوم الآلة على الإطلاق. لا يمكن أن يكون طالب العلم مجتهدا في العلم وقادر على الاجتهاد وتحقيق المسائل وتبيين الصواب من الخطأ والراجح من المرجوح إلا إذا درس علم أصول الفقه، إذا هو الشرط الأساس لكل مجتهد، كما ذكر هذا الرازي في كتاب المحصول، وأبو المظفر السمعاني كتابه القواطع، والشوكاني في إرشاد الفحول. إلا أن هذا العلم قد أشيب بما يفسده، وهو علم الكلام، فهو أرض معركة بين المعتزلة والأشاعرة، فلذا أصبحت كثير من مسائله صعبة ولا تفهم، لأنه أصبح أرض معركة بين المتكلمين من أشاعرة والمعتزلة. ثم مما صعب هذا العلم وأضعفه أنه قد بحثت فيه كثير من المسائل غير العملية، مسائل نظرية لا فائدة منها، كمثل خلافهم هل المباح مأمور به أو غير مأمور به، هذا لا فائدة منه، وأمثال هذا كثير في علم أصول الفقه. وإلا فإن علم أصول الفقه علم سهل للغاية، وفي ظني أن كلا يفهمه، وفي الوقت نفسه هو لا يحتاج إلى مراجعة كثيرة، في ابتداء الأمر يراجع حتى يضبط، ثم بعد ذلك يكون سهلا، فهو سهل للغاية، ويحتاج إلى جد واجتهاد في ابتدائه، ثم بعد ذلك يفهم ويسهل جدا. نعم، إذا تبين هذا وأن هذا العلم علم سهل للغاية مع كونه مهما للغاية، بل هو الركن الشرط الأساس لكل مجتهد، إذا تبين هذا فإن هذا العلم المهم يقوم على أساس أو على أسس ثلاث، على أسس ثلاثة. الأساس الأول الأدلة، فيبحث هذا العلم الأدلة وبيان ما هي الأدلة، كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب والعرف وسد الذرائع والمصالح المرسلة إلى غير ذلك. هذا أولا. ثانيا، كيفية الاستدلال، كيفية الاستفادة من هذه الأدلة، بحيث أنه إذا تعارض عام وخاص يقدم الخاص، ومطلق ومقيد يقدم المقيد، ومتى يحمل المطلق ومتى يحمل المطلق على المقيد، إلى غير ذلك من أدلة، كيفية الاستفادة من الأدلة، والشرع من قبلنا متى يكون حجة، والإجماع متى يكون حجة، وكيف يستدل به، إلى آخره. الأساس الثالث حال المستفيد، المستفيد المستفتي إلى آخره، وحال المجتهد إلى غير ذلك. كل هذه الثلاث هي أسس هذا العلم العظيم، وهو علم أصول الفقه. بعد هذا أبدأ بالقواعد. القاعدة الأولى، الأمر يقتضي الوجوب
ما لم يصرفه صارف، أي إذا جاء أمر بالشريعة فإن الأمر للوجوب، فمن خالف هذا الأمر فهو آثم. ما لم يصرفه صارف، هذه قاعدة مهمة، كلما رأيت أمرا أو ما يدل على الأمر فإنه يفيد الوجوب. ما لم يصرفه، ما لم يصرفه صارف. ويدل ذلك قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا يدل على أن مخالفة الأمر محرم. والدليل الثاني ما أخذ البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، وقد أجمع العلماء وقد أجمع الصحابة على أن الأمر يقتضي الوجوب. حكى الإجماع أبو يعلى في كتاب العدة، وابن قدامة في كتاب روضة الناظر، والعلائي في كتابه عن النهي يقتضي الفساد، وذكره غيره من وقد ذكر هذا عن الصحابة غير واحد. ومن أمثلة هذه القاعدة المثال الأول، أخرج البخاري عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. قال عبد الله بن مغفل رضي الله عنه: قال في الثالثة لمن شاء. فقوله صلوا قبل المغرب يفيد هذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، لكن لما قال لمن شاء صرفه من الوجوب إلى الاستحباب. المثال الثاني، أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر. فقول فليوتر فعل مضارع مقترن بلام الأمر يفيد الوجوب، لكن الصرف من الوجوب إلى الاستحباب للإجماع الذي حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى. إذن بهذين المثالين تتضح القاعدة، وهي أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب ما لم يصرفه، ما لم يصرفه صارف. فائدة: هناك ما يظن أنه من الصوارف وليس كذلك، كمثل ذكر المفاضلة. الشريعة أمرت بصلاة الجماعة في أحاديث، وفي أحاديث أخرى ذكر المفاضلة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. في بعض الروايات 27 درجة إلى آخره. فذكر المفاضلة لا يصرف المفضول من وجوب للاستحباب، فإذا ذكر المفاضلة لا يصح أن يكون صارفا من الأمر، لا يصح أن يكون صارفا للأمر من وجوب إلى الاستحباب. مثال ثان، ما ذكر أنه من السنن، يأتي في الأحاديث بيان أن بعض الأشياء من السنن، فذكر بعض الأشياء من السنن لا يصرف الأمر من وجوب إلى الاستحباب، لأن معنى السنة في اللغة وهو معناه في الشرع أي الطريقة، والطريقة قد تكون واجبة قد تكون مستحبة. ذكر هذا ابن حجر في شرح البخاري والشوكاني في كتاب نيل الأوطار. فعلى هذا الحديث خمس من الفطرة، في بعض الألفاظ خمس من سنن الفطرة، هذا لا يدل على أن كل المذكور مستحب، لأنه أطلق عليه سنة، ليس كذلك، لأن إطلاق السنة على الحكم الشرعي لا يصرف من وجوب الاستحباب، هذا مهم للغاية. القاعدة الثانية، الأصل في النهي أنه للتحريم إلا لقرينة، ويدل ذلك
ما تقدم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ومن أمثلة ذلك المثال الأول، أخرج الإمام مسلم عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لقد نهانا، قال في الحديث قصة لكن فيه: وألا نستنجي باليمين. في الحديث نهي عن استنجاء باليمين، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، لكن صرف النهي من التحريم إلى الكراهة فهم أهل العلم، فإن أهل العلم فهموا أن النهي للكراهة، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية. فلذا مما يكرره الأصوليون وهو قولهم أن ما كان من الآداب أمرا فإنه الاستحباب أو نهيا فإنه الكراهة. فإن قيل ما الدليل على هذا، يقال فهم أهل العلم، فنحن مأمورون أن نفهم الكتاب والسنة بفهم أهل العلم وألا نحدث قولا جديدا. فإذا فهم أهل العلم أمرا للاستحباب أو نهيا للكراهة لا للتحريم، فيجب أن نتبع فهمهم. ومن أمثلة ذلك هذا الحديث: وألا نستنجي باليمين. تنبيه: قد تجد الظاهرية وبعض المتأخرين من أصحاب المذاهب الأربعة يفهمون في أمثال هذه النصوص التحريم، فمثل هؤلاء لا يعول عليهم، فإن العمدة على قول الأولين لا على قول المتأخرين. وقد أشار لهذا ابن تيمية في كتابه منهاج السنة وقال: كل قول تفردت به الظاهرية فهو خطأ. قال: وكذلك المتأخرون من أصحاب المذاهب الأربعة رحم الله رحمة واسعة. المثال الثاني: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والمراد بالقزع أن يحلق بعض الرأس دون بعض، وهذا النهي ليس للتحريم وإنما الكراهة بالإجماع. حكى الإجماع النووي رحمه الله تعالى في شرح على مسلم. إذا الذي صرفه من التحريم إلى الكراهة الإجماع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس قواعد أصولية وتطبيقات عملية. قد سبق في الدرس الأول ذكر 5 قواعد، وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى أكمل القواعد. القاعدة السادسة: الأمر لا يقتضي التكرار. ومعنى هذا أنه إذا جاء أمر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الأمر لا يقتضي التكرار، بل إذا فعل مرة واحدة فإنه قد تم وبرئت الذمة. التنبيه الأول: هذا من حيث الأصل، ما لم يعلق الأمر على شيء فإنه إذا علق على شيء فمتى ما وجد هذا الشيء فيجب فعل المأمور. فالشريعة علقت الوضوء على من أراد الصلاة وقد أحدث، فإذا كل من أراد الصلاة وقد أحدث فإنه يجب عليه الوضوء. هذا خارج صورة المسألة في القاعدة، لأنه في مثل هذا اقتضى التكرار لأمر خارجي. التنبيه الثاني: من العلماء من يذكر هذه المسألة ويريد بها صورة أخرى، وهو الاستمرار، فيقول إن الأمر
يقتضي التكرار بمعنى الاستمرار. وقد صور المسألة بهذه الصورة الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام، لذا قال: أكثر الأوامر في الكتاب والسنة تقتضي التكرار أي الاستمرار. ومثل على ذلك بالإيمان بالله واليوم الآخر، بالإيمان بالله والنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وذكر أن الإيمان يقتضي التكرار أي الاستمرار. فإذا إذا أريد بالأمر فعل المأمور ثم ينتهي فهذا لا يقتضي التكرار على ما تقدم ذكره، وإن أريد به بالتكرار الاستمرار فهو من فأكثر الأوامر الشرعية تقتضي التكرار. والمشهور عند العلماء ما تقدم ذكره من أنه فعل المأمور ثم إعادة فعله ثم إعادة فعله بعد انتهائه. وقبل ختم هذه القاعدة، الدليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالحج، فقال بعضهم: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت ولما استطعتم. وجه الدلالة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد تكرار الحج في كل سنة اكتفى بمجرد الأمر، ولو كان مجرد الأمر يفيد التكرار لقال: لا يجب إلا مرة واحدة، فلم يستثني ذلك، فدل على أنه عنده لا يقتضي التكرار، والله أعلم. القاعدة السابعة: ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. هذه قاعدة عظيمة وهي شاملة للمأمورات الواجبة والمستحبة، ويدل على هذه القاعدة أدلة أذكر منها دليلين. الدليل الأول قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وجه الدلالة أن الله ذمهم وعاب عدم فعلهم لما يتم به الخروج، فدل على أن ما لا يتم المأمور إلا به وفي هذه الآية الجهاد فهو مأمور به. الدليل الثاني أنه لا يمكن أن يمتثل الواجب إلا بفعل ما يؤدي إليه، وكذلك يقال في المستحب. إذا تبين هذا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. ومن أمثلة هذه القاعدة المثال الأول: لو أن الصلاة حضرت والرجل محدث ووجد ماء استطاع أن يشتريه بلا ضرر عليه فإنه يجب عليه أن يشتري هذا الماء، لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان مثله لا يضره أن يشتري هذا الماء فيجب عليه أن يشتري هذا الماء على أصح القولين، ليتوضأ لأن الوضوء واجب. المثال الثاني: التطيب ليوم الجمعة مستحب لأدلة كثيرة، منها حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يمس طيبا. والطيب مستحب، فشراء الطيب لتطيب به يوم الجمعة مستحب، لقاعدة ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. وفي هذا المثال يقال: ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. القاعدة الثامنة: النهي يقتضي الفساد. وصورة هذه القاعدة أن الشريعة إذا نهت عن أمر فإنه يقتضي الفساد،
وقد أطال الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في التدليل على هذا، وبين أن هذا قول الصحابة والتابعين، وأن المتكلمين هم الذين فرقوا بين أن يعود النهي لذات المنهي عنه أو لشرطه أو لوصفه الملازم، وقالوا ما كان كذلك فهو يقتضي الفساد، أما ما عاد إلى أمر خارجي فليقتضي الفساد، إلى آخر التفصيلات التي اشتهرت عند المتأخرين. بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا قول المتكلمين، وأن قول الصحابة والتابعين أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، إلا أن ابن تيمية قيد هذا بأمرين. الأمر الأول أن يكون نهي في دليل واحد لا أن يكون مركبا، فلا يصح أن يقال إن الصلاة في أرض مغصوبة باطلة ولا تصح لأنها محرمة، لأنه لا يوجد دليل فيه لا تصلي في الأرض المغصوبة، وإنما هو مركب من مجموعة أدلة، بخلاف ما أخرج مسلم من حديث مرثة الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور. هذا نهي منصوص في الحديث وليس مركبا، جاء في دليل واحد. هذا القيد الأول. القيد الثاني أن ابن تيمية فرق بين حق الله وحق العباد الذي رجعته الشريعة إلى حق العباد، فإن هناك أمورا أرجعت الشريعة الأمر فيها إلى حق العباد، كما أخرج مسلم حديث بغير النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقي منه فاشتري من فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار. هنا أرجع الأمر إلى صاحب المال، فمثل هذا لا يقتضي الفساد إذا رضي صاحبه، فإذا النهي يقتضي الفساد لكن بهذين القيدين. وقد ذكر ابن تيمية الأدلة كما في مجموع الفتاوى وابن القيم في كتابه تهذيب السنن، ومن الأدلة أنه لا يوجد في الشريعة أن هذا منهي عنه لكن لا يقتضي الفساد، فبمجرد النهي استفيد الفساد. الدليل الثاني أن الشريعة سمت المعاصي فسادا، قال الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الدليل الثالث أن الصحابة فهموا ذلك، فقد أبطل الصحابة كعمر وغيره عقود الربا بمجرد النهي، ولم يأتي عن الصحابة التفريق بينما كان النهي راجع لذات المنهي عنه أو لذات المنهي عنه أو لأمر خارجي إلى آخره، مما هو معروف عند المتكلمين. القاعدة التاسعة النهي يقتضي الفور، ووجه هذا أن الشريعة إذا نهت عن أمر فهو يقتضي الفور، ولا يصح لأحد أن يقال لا يقتضي الفور، كما نهت الشريعة عن الربا أو الزنا أو غير ذلك، فلا يصح لأحد أن يقول إن هذا لا يقتضي الفور ولي ألا أن أستجيب إلى هذا النهي فأفعل ما نهت عنه الشريعة ثم أستجيب بعد. وقد ذكر الزركشي في كتاب بحر المحيط أنه لا يتصور في النهي إلا أنه يقتضي الفور. القاعدة العاشرة شروط التكليف شرطان، شرط يرجع إلى المكلف بأن يكون قادرا على العلم فلا يكون مجنونا ولا غير ذلك، وشرط يرجع إلى ما كلف به وهو أنه يمكن العمل به. هذا ملخص ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وابن القيم رحمه الله تعالى. فشروط التكليف في الشريعة التي يؤاخذ المكلف على عدم العمل بها يرجع إلى هذين الأمرين. الأمر الأول إلى المكلف نفسه بأن يكون قادرا على العلم بهذا الأمر التكليفي، فعلى هذا من كان مجنونا فهو معذور وهو غير مكلف،
ومن كان عاقلا لكن لم يمكنه العلم بلا تفريط، وانتبه إلى قول بلا تفريط، فهو معذور. والأدلة على هذا كثيرة، كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكقوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. مفهوم المخالفة إن اتبعت أهواءهم قبل العلم فلست من الظالمين. ومن الأدلة حديث المسيء في صلاته، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحديث أن المسيء في صلاته صلى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم صلى فرجع فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم صلى فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه صفة الصلاة ولم يقل له ارجع فصل فإنك لم تصل. فدل هذا على أنه لما ثبت جهله لم يأمره بالإعادة، فدل على أن الجهل من موانع التكليف. فإن قيل قد قال له قبل ارجع فصل فإنك لم تصل، يقال قد ظنه مفرطا، أي أنه يعلم لكن لم يعمل بالعلم، إذا قال ارجع فصل فإنك لم تصل. ويؤكد ذلك أمران، الأمر الأول أنه لو كان جاهلا ثم أمر بالرجوع 10 مرات فإنه لن يستطيع أن يصلي الصلاة الشرعية لأنه جاهل، فلا يمكن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع وأن يعيد وأن يصلي صلاة غير شرعية. الأمر الثاني أنه لما علم جهله، لما قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، علمه ولم يأمره بالإعادة، ولو أمره بالإعادة فنقل. إذن لما أمره قال ارجع فصل فإنك لم تصل كان يظنه عالما مفرطا، لكن لما تبين له جهله عذره. وقد استدل بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع، كما في مواضع مجموع الفتاوى، وابن القيم في كتابه أعلام الموقعين. إذن من موانع التكليف الجهل، ومن موانع التكليف ما يرجع إلى ما يكلف به، ومن موانع التكليف ما يرجع إلى ما يكلف به بأن يمكنه العمل به، وذلك بأن يكون قادرا على العمل به، فإن لم يكن قادرا فإنه معذور. للأدلة الشرعية الكثيرة، كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك من أحاديث من الأدلة الكثيرة. ومن ذلك ما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن الخلاصة أنه لا تكليف إلا باجتماع هذين الشرطين، ويقابلهما من الموانع انتفاء هذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون قادر على العلم، ويقابله الجنون وعدم البلوغ أي الصغير والجهل. والشرط الثاني القدرة على العمل بما يكلف به، ويقابله العجز وعدم القدرة. تنبيه، يكثر عند الأصوليين ذكر مسألة، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ وهذه المسألة والله أعلم لا يصح بحثها أصوليا، لأنها تتعلق بأحكام الآخرة أي بمسائل الإيمان، وقد ذكر هذا التلمساني في شرح معالم الأصول، فهي لا تتعلق بالأمور العملية وبالتعامل مع الأدلة والأحكام الشرعية الذي هو تخصص الأصولي. فلذا لا ينبغي أن تبحث هذه المسألة في كتب الأصولي والله أعلم، وإنما أوردها الأصوليون للمعركة والخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة. وقد تقدم
في مقدمات أول درس أن علم أصول الفقه أصبح أرض معركة بين المتكلمين كالمعتزلة والأشاعرة. القاعدة 11: الجاهل معذور في ترك المأمور أو فعل المحظور، فكل من كان جاهلا وفعل وترك مأمورا أي ترك واجبا أو فعل محظورا أي فعل محرما فإنه معذور. ويدل على ذلك الأدلة العامة كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما يدل على ذلك الأدلة الخاصة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث المسيء في صلاته أنه ترك مأمورا وهو الطمأنينة فعذره النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وثبت في صحيح مسلم من حديث معاذ بن حكم السلمي أنه تكلم في الصلاة جهلا، والكلام في الصلاة جهلا فعل محظور، وعذره لجهله صلى الله عليه وسلم. وقد قرر هذه القاعدة واستدل بهذه الأدلة شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مواضع مجموع الفتاوى وغيره. وممن قرر هذه القاعدة ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين، وذكر الإعذار في فعل المأمور ترك المحظور في مواضع متفرقة كما في الهدي في كتابه الهدي وغير ذلك. تنبيهان: التنبيه الأول، لا بد أن يفرق بين الجهل الذي يعذر به صاحبه والجهل الذي لا يعذر به صاحبه. فمن كان مفرطا فإنه لا يعذر بخلاف غير المفرط. قد ذكر ابن عبد البر في كتابه التمهيد ما يدل على أن العلماء مجمعون على عدم إعذار المفرط، وقرر عدم إعذار المفرط شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مواضع مجموع الفتاوى والقرافي في كتاب الفروق، بل ذكر أن على المفرط وزرين: الأول تفريطه والثاني فعله للمحرم. وذكر هذه القاعدة وذكر الإعذار بالتفريط، وذكر أن المفرط غير معذور ابن اللحام في قواعده. فإن قيل: ما ضابط التفريط؟ يقال: من شك في العلم الذي عنده ولم يسأل عنه ولم يتثبت فإن هذا مفرط. أما ما يذكره بعض أهل العلم أننا في زمن انتشر العلم الشرعي فانتهى التفريط، فهذا فيه نظر والله أعلم من جهتين: الجهة الأولى أنه مهما انتشر العلم في زمننا فإنه لا يمكن أن يكون كعهد الصحابة، كعهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومع ذلك عذر المسيء في صلاته وعذر الصحابة قدام مضعون بدري لما استحل الخمر خرج عبد الرزاق بسنة الصحيح، وعذروا غيره مع أن العلم ظاهر في زمانهم. ففرق بين ظهور العلم وبين المكلف في ذاته، فلا يلزم من ظهور العلم أن يكون كل مكلف عالما، وأن من لم يكن عالما فهو مفرط. وإلى لقيل: إن قدام مضعون وأمثاله مفرطون، الصحابة لم يعاملهم معاملة المفرط كما تقدم. وهذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فيقال: كما توجد قنوات وإذاعات تنشر الخير، إلا أنه كذلك يوجد في مقابلها أضعاف مضاعفة من الإذاعات والقنوات وغيرها من السبل والوسائل التي تنشر الشر والشبهات والشهوات التي تضل الناس، عافاني الله وإياكم. فإذا لا يصح أن يقال إننا في زمن قد ظهر العلم فلا يوجد من يعذر، وكل جاهل فهو مفرط، والله أعلم. ويدل على هذا طريقة شيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى. التنبيه الثاني: اعترض بعضهم كابن دقيق العيد وابن حجر على ما تقدم تقريره من أن الجاهل معذور في ترك المأمور فعل محظور،
قالوا إن هناك فرقا بين ترك المأمور وفعل المحظور، وأن من ترك مأمورا فلا يعذر بالجهل بخلاف من فعل محظورا. واستدل ابن دقيق العيد وتبعه الحافظ بن حجر بما روى البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن خاله أبا بردة بن نيار رضي الله عنه ذبح أضحيته قبل الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحمي. ووجه الدلالة لم يعذره بجهله، بل جعل شاته شات لحم. والجواب على هذا أن يقال إن هناك فرقا بين من يفعل فعلا جاهلا ولم يدخل وقته ثم علم الحكم الشرعي فدخل الوقت وهو عالم، فمثل هذا يجب أن يقوم بالحكم بالفعل الشرعي لأنه قد دخل الوقت وهو عالم. فرق بين هذا وبين من دخل الوقت عليه وهو لا يعلم الحكم الشرعي ففعله على خلاف الطريقة الشرعية جهلا، فمن كان كذلك فإنه يعذر بجهله لما تقدم ذكره من الأدلة الكثيرة. أما من تعلم الحكم الشرعي قبل أن يدخل الوقت فإنه لما دخل الوقت أصبح مخاطبا كغيره وهو قد علم الحكم الشرعي، فيجب أن يأتي به على الوجه الشرعي. فلو قدر أن رجلا صلى الظهر بلا طمأنينة ثم قبل أذان العصر بنصف ساعة علم الطمأنينة فدخل وقت العصر، فإنه يجب أن يصلي العصر بطمأنينة لأنه أصبح عالما، ولما دخل الوقت أصبح الخطاب متجددا في حقه كما هو في حق جميع المسلمين. مثال ثاني: لو أن رجلا صلى العصر قبل وقتها بنصف ساعة جهلا لظنه أن وقت العصر يدخل في مثل هذا الوقت، ثم علم قبل دخول الوقت الحقيقي، فإذا دخل وقت العصر فإنه يجب عليه أن يصلي لأنه أصبح عالما وتجدد الخطاب في حقه كما تجدد في حق المسلمين أجمعين. وأظن هذا واضحا إن شاء الله تعالى. وبهذا يتبين أن ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم وهو أحد الأقوال عند الحنابلة والشافعية أنه يعذر بالجهل في ترك المأمور وفعل المحظور ولا يفرق بينهما. ومما يعترض به على ما تقدم ذكره ما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه، فإن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، قالوا لم يعذره بجهله، فدل على أنه لا يعذر أحد بالجهل في ترك المأمور، إذ صلاة الرجل خلف الصف وحده خالف الأوامر الشرعية، فإلا يصلي الرجل خلف الصف وحده. والجواب على هذا أن يقال إن هذا الصحابي الذي صلى خلف الصف وحده كان مفرطا، أي عنده علم لكنه فرط وصلى خلف الصف وحده، كان بإمكانه أن يصلي في أقصى اليمين من الصف أو أقصى الشمال من الصف. هذا مفاد ما أجاب به ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين والصنعاني في سبل السلام. فإن قيل ما الدليل على هذا، يقال الجمع بين أدلة، فقد تقدمت الأدلة في الإعذار بالجهل في ترك المأمور فعل المحظور، وفي هذا الدليل لم يعذر، فالمقتضى الجمع يحمل فعل الصحابي على أنه كان مفرطا، والعمل بالأدلة أولى من إهمال بعضها. القاعدة الثانية عشرة: ترك المأمور نسيانا لا إثم عليه، ولكن يلزم الإتيان به متى ما تذكر. وهذه قاعدة عظيمة: كل من ترك مأمورا ناسيا فإنه غير آثم، لكنه متى ما تذكر يجب أن يأتي بهذا المأمور. فمن ترك صلاة العصر ناسيا فهو غير آثم، لكن متى ما تذكر فيجب عليه أن يأتي بصلاة العصر.
قد قرر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وابن القيم في كتاب إعلام الموقعين. ومن أدلة على هذه القاعدة قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال في صحيح مسلم حديث ابن عباس وأبي هريرة قال: قد فعلته. في الحديث الآخر قال: نعم. فإذا لا عقاب على من ترك المأمور ناسيا. أما الدليل على أنه متى ما تذكر يجب عليه أن يفعل المأمور، ما أخرج البخاري ومسلم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة للغاية، فكل مأمور كترك صلاة من الصلوات أو ترك صيام يوم واجب أو ترك الزكاة، زكاة الفطر أو زكاة الأموال إلى آخره، نسيانا حتى خرج وقتها، فإنه متى ما تذكر هو غير آثم، لأنه ناس لك يجب عليه أن يفعل هذا المأمور. القاعدة الثانية عشرة: ترك المأمور، ترك الفعل المحظور نسيانا لا إثم عليه ولا يلزمه أن يفعل شيئا. من فعل محظورا ناسيا، فعل محرما بأن يفعل كأن يفعل محرما ناسيا، فإنه لا إثم عليه ولا يلزمه أن يأتي بشيء. وقد تقدم ذكر الأدلة في أنه لا إثم عليك قوله تعالى: ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أما الدليل على أنه لا يلزمه شيء، ما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا فعل محظورا ناسيا فلم يؤمر بشيء. وقد ذكر هذه القاعدة ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وابن القيم في كتاب إعلام الموقعين. القاعدة الرابعة عشرة: حكم الإكراه كالنسيان في ترك المأمور وفعل المحظور، لقوله تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالإكراه عذر ولا إثم على من فعل محظورا أو ترك مأمورا مكرها للآية، لكن إن كان فعل محظورا مكرها فلا شيء عليه ولا يوجد ولا يأتي بشيء. أما لو ترك مأمورا مكرها فإنه متى ما زال الإكراه وجب عليه أن يفعل هذا المأمور، كأن يكره رجل على أن لا يصلي العصر حتى يخرج وقتها، ثم ارتفع الإكراه من الغد، فإنه متى ما ارتفع الإكراه وجب عليه أن يصلي العصر. هذه وبهذا ينتهي درس اليوم، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيرا. الله يغفر لك والديك. الأصل أن جميع أهل البدع العوام وأهل العلم أن يكون موقف الشرعي واحدا منهم، لكن هذا الأصل يترك لمصلحة الراجحة، في العام الذي لا يعلم من الأحكام الشرعية ويجهلها يتعامل مع تعامل من يعلمه ويرغبه، كما ذكر ابن القيم في مراتب الدعوة قال: مراتب الدعوة أربع، وأخذها من قوله تعالى: ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن. المرتبة الأولى: من لا يعرف شيئا يعطى الأنفع له، وهذه الدعوة بالحكمة. المرتبة الثانية: من يعرف الحكم لكن يكسل عن عمل به فيوعظ حتى يجتهد ويعمل. والمرتبة الثالثة: من يعرف الحكم لكن عنده شبهات فيجادل بالتي هي أحسن. أما المرتبة الرابعة فهو المكابر، قد قال الله عز وجل: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هؤلاء قال ابن القيم ليس لهم من الجلاد، ذكر في كتاب إعلام الموقعين. المقصود أن العامي يعلم بالتي أحسن ويتلطف معه ويراعى في ذلك الحكمة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
فهذا هو الدرس الثالث من دروس قواعد أصولية وتطبيقات عملية، وأكمل إن شاء الله تعالى بذكر القاعدة الخامسة عشرة. القاعدة الخامسة عشرة: النص العام حجة ما لم يخصصه مخصص. وقد دل على حجية النص العام الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، ومن الأدلة قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، إلى غير ذلك من الأدلة. وجه الدلالة أن مقتضى طاعة الله ورسوله أن يعمل بالنص العام على ما دل عليه من العموم. الدليل الثاني: الإجماع، فقد أجمع العلماء على أن العام حجة وأنه يعمل به على ما دل عليه من العموم، وقد حكى الإجماع الآمدي والطوفي. ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرة، فإنه ما أن يرد نص عام إلا ويعمل العام ما لم يخصصه مخصص. ومن أمثلة ذلك ما أخرج الإمام مسلم من حديث جابر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بدعة ضلالة. هذا عام، ويستفاد من هذا العموم أنه لا يوجد في الدين بدعة حسنة، بل البدع كلها ضلالة. لذا من قال إن في الدين بدعة حسنة فهو محجوج بهذا النص وأمثاله. القاعدة السادسة عشرة: ينبغي معرفة الفرق بين دلالة العموم ودلالة الإطلاق، فإن دلالة العموم على عموله بالشمول، ودلالة الإطلاق على إطلاقه بالإبدال. ويتضح هذا بالمثال، ثم يذكر الأثر المترتب على ذلك. أما بالمثال، فإذا قال قائل: في البيت رجل، فإذا ليس في البيت رجلان بل رجل واحد، إلا أن هذا اللفظ لفظ مطلق، لأن هذا الرجل يحتمل أن يكون زيدا أو عمرا أو فهدا أو خالدا. فإذا دلالته على الإطلاق إبدالية، قد يكون زيدا أو عمر أو عمرا أو خالدا، وهذا هو المطلق. أما العام فإذا قلت أو فإذا قيل: لا رجل في الدار، فهذا نفي لكل الرجال، فليس في الدار لا زيد ولا عمر ولا خالد ولا غيرهم من الرجال. إذن دلالته على العموم بالشمول ليس بالإبدال كالمطلق. لما فإنه عند قول رجل في الدار يحتمل أن يكون زيدا أو عمرا، لكن لا يصح أن يكون زيدا وعمرا وخالدا في وقت واحد، لأن دلالته على الإطلاق إبدالية. أما إذا قلت: لا رجل في الدار، فدلالته على العموم شمولية، فليس في الدار لا زيد ولا عمر ولا خالد ولا إلى آخره. وهذا فارق مهم في التفريق بين دلالة العموم والإطلاق. أما الذي يترتب على هذا، فإن من أعظم ما يترتب عليه
أن ذكر فرد من أفراد الإطلاق يفيد التقييد، أما ذكر فرد من أفراد العموم فلا يفيد التخصيص من حيث الأصل. فإذا قلت في الدار رجل ثم قلت في موضع آخر في الدار فهد، إذن قطعا هذا الرجل هو فهد، فذكر فرد من أفراد الإطلاق يفيد التقييد. فإنك لما قلت في الدار رجل يحتمل يكون زيدا أو، انتبه إلى قول أو، عمرا أو خالدا إلى آخره، لكن لما قلت في موضع آخر في البيت فهد تبين أن الذي في البيت هو فهد، فإذن المطلق تقيد بذكر فرد من أفراده، أما العموم لا يتقيد بذكر فرد من أفراده، هذا من حيث الأصل. فإذا قلت لا رجل في الدار ثم قلت في موضع آخر ليس فهد في الدار، فليس معنى هذا أن المنفي أن الذي نفي وجوده في الدار هو فهد فحسب، بل فهد أحد الذين نفوا، بل أحد الذين نفوا وجودهم أو نفي، بل فهد أحد الذين نفي وجودهم في الدار. وهذا أمر مهم ينبغي أن يفقهه طالب العلم، فإن ذكر فرد من أفراد الإطلاق يفيد التقييد بخلاف ذكر فرد من أفراد العموم. تنبيه، أصل هذا البحث لغوي، القرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة العرب، لذا تفهم ألفاظه ومعانيه بهذه الدلالات العربية. القاعدة 17، العموم على أقسام 4. القسم الأول عام باق على عمومه، ويقال له عام محفوظ، وهو العام الذي لم يخصص، كقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، وكحديث كل بدعة ضلالة، إلى غير ذلك من الأمثلة. فإذا العام الذي لم يخصص يقال له عام محفوظ، ويقال له عام باق على عمومه. القسم الثاني عام مخصوص، أي هو اللفظ العام الذي خصص، فيبقى حجة فيما لم يخصص، أما ما خصص فإنه يستثنى بالتخصيص. ومن ذلك ما أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال لا يختلى شوكها ولا شجرها، قال ولا يختلى شوك شجرها، قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، قال إلا الإذخر. هذا الإذخر استثني مما يقطع من شجر مكة. إذن قوله لا يختلى شجرها عام مخصوص، خصص بقوله إلا الإذخر. ومن أمثلة ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، خصص بمن دخل الصلاة راكعا، كما في حديث بكرة نفيع بالحارث، فإن من دخل الصلاة راكعا صحت صلاته، فهو مخصص من حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. القسم الثالث عام يراد به الخصوص، أي لفظه لفظ عام لكنه في الحقيقة لكنه من حيث المعنى يراد به الخصوص، كما روى السبعة من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. قوله الصلاة لفظ عام، لهذا العام ليس شاملا للنفل والفرض والكسوف والخسوف إلى آخره، وإنما يراد به الصلوات الخمس المفروضة. فأيضا هذا عام يراد به الخصوص. القسم الرابع
عام ورد على سبب، قد يكون اللفظ لفظا عاما لكنه على سبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، وهكذا آية الظهار والسرقة والسارق والسارقة إلى غير ذلك من الآيات، فإنها عام يراد بها، فإنها عام وردت على سبب، أو فإنها ألفاظ عامة ورد على سبب. تنبيه: أكثر العمومات في الشريعة لم تخصص، ذكر هذا ابن حزم في كتاب الفصل، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة، هذا خلافا للمتكلمين الذين قالوا ما من عام إلا وقد خصص، إلا قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم وإن لكل شيء قدير إلى آخره، فالمتكلمون جعلوا أكثر العموم مخصصا. أما أهل السنة فقالوا إن أكثر العموم لم تخصص كما تقدم بيانه. فائدة: الذي يترتب على مبحث العام المحفوظ، أي العام الذي لم يخصص والعام الذي خصص، أن العام إذا خصص ضعف في دلالته، فإذا تعارض عام محفوظ أي لم يخصص مع عام مخصوص أي قد خصص ولم يمكن الجمع بينهما، فيقدم العام المحفوظ. القاعدة 18: كل ما كان من صيغ العموم فهو يفيد العموم ما لم يخصصه مخصص. وبهذا يعلم أن هناك صيغا ودلالات تدل على العموم، وهي كالتالي: الصيغة الأولى كل ما دل على العموم بمادته، كلفظ كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة. وسائر وهكذا، فهي تدل على العموم، وهذه الصيغة هي أقوى صيغ العموم كما ذكره القاضي عبد الوهاب وابن النجار في شرح الكوكب. ومن أدلة على أن هذه الألفاظ تفيد العموم ما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله إلى آخر الحديث. فدل على أنها تفيد العموم. الصيغة الثانية والدلالة الثانية: أسماء الشرط، كقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. وأسماء الشرط تفيد العموم بدلالة السنة والإجماع. أما السنة فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر فقال: ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية، الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم جامعة لأنها من ألفاظ العموم، وهي أسماء الشرط، وقد حكى الإجماع على أنها تفيد العموم الزركشي. تنبيهان: التنبيه الأول، اشتهر عند كثير من الأصوليين أنهم يقولون من للعاقل وما لغير العاقل، ورد هذا جماعة منهم البيضاوي والإسنوي والعلائي، وقالوا الأصح أن يقال من للعالم وما لغير العالم، لأن الله يطلق على نفسه، لأن من تطلق على الله سبحانه، والله لا يطلق عليه عاقل وإنما يطلق عليه عالم. التنبيه الثاني، ما تقدم ذكره في أسماء الشرط لا في حروف الشرط، ينبغي أن يعلم أن هناك أسماء
للشرط وحروفا للشرط. الأسماء كمن وما وحيثما وهكذا. أما حروف الشرط كإن، إن جاء زيد فافعل كذا، هذه لا تفيد العموم إجماعا حكاه الزركشي. الصيغة الثالثة أسماء الاستفهام، قوله تعالى: فمن يأتيكم بماء معين، أو ماذا أجبتم المرسلين، أو فأين تذهبون، وأمثالي هذا من أسماء الاستفهام. الصيغة الرابعة الأسماء الموصولة، وقبل الانتقال للصيغة الرابعة تنبيه: البحث في أسماء الاستفهام لا في حروف الاستفهام، مثل هل، وإنما البحث في أسماء الاستفهام وهي التي تفيد العموم. الصيغة الرابعة الأسماء الموصولة، كقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، وقال: والذين جاهدوا فينا، وقال: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فقوله والذي جاء بالصدق، الذي تفيد العموم أي كل من جاء بالصدق، وقوله الذين جاهدوا، الذين تفيد العموم أي كل الذين جاهدوا، وقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لمن أي كل من يخشى، فإن في ما تقدم مما ذكر الله عبرة له. الصيغة الخامسة النكرة، النكرة التي أضيفت إلى معرفة، كقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله نكرة أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم. الصيغة السادسة النكرة التي عرفت بأل لاستغراق الجنس، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، وكقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. القاعدون، فالنكرة إذا عرفت بأل التي لاستغراق الجنس أفادت العموم. والدليل على أنها تفيد العموم أنه يستثنى منها، والاستثناء معيار ودليل العموم. فقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فقد صح الاستثناء فدل على أنه يفيد العموم. وكقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، استثنى أولي الضرر فدل على أن الألف واللام لاستغراق الجنس في قوله القاعدون أفادت العموم. تنبيه: ينبغي أن يعلم أن التي تفيد العموم هي الألف واللام لاستغراق الجنس، وهي التي يصح أن تحذف ويكون مكانها كل. ذكر هذا ابن القيم كما في مختصر الصواعق والزركشي في كتاب بحر المحيط. فقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، يصح أن تحذف ألف فيقال: إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إذن هذه الألف واللام استغراق الجنس، وهناك ألف ولام لبيان الجنس ليست الاستغراق وإنما للبيان، كقول القائل: الرجال خير من النساء،
هذا لبيان الجي من حيث الجملة، فإن الرجال خير من النساء، وإلا من النساء من تعدل الآلاف من الرجال، لكن هذا لبيان الجنس أي من حيث الجملة. لذا لا يصح أن يقال كل رجل خير من كل امرأة، لأن الألف واللام لبيان الجنس لا لاستغراق الجنس. الصيغة السابعة والأخيرة النكرة في سياقات. إذن النكرة وحدها لا تفيد العموم، وإنما في السياقات التالية. السياق الأول في سياق النفي، كقوله تعالى وما من إله إلا الله، فلفظ إله نكرة وهي في سياق النفي، وهو قول وما، فلذلك إله تفيد العموم لأنها نكرة في سياق النفي. السياق الثاني النكرة في سياق النهي، كقوله تعالى ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي ولا، فأفادت العموم. السياق الثالث الشرط، كقوله تعالى إن تبدوا شيئا، فشيئا نكرة في سياق الشرط إن، فأفادت العموم. السياق الرابع في سياق الاستفهام الإنكاري، كقوله تعالى من إله غير الله، إله نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، أي الاستفهام الذي سيق للإنكار، فأفادت العموم. تنبيه، النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري أو الشرط يستوي في ذلك إذا كان الشرط أو الاستفهام الإنكاري حرفا أو اسما، المهم أنها في سياق الشرط سواء وفي سياق الاستفهام الإنكاري سواء كان اسما أو حرفا. السياق الخامس في سياق الامتنان، كقوله تعالى فيها عين جارية، فعين النكرة في سياق الامتنان فتفيد العموم، وكقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء النكرة لكن في سياق الامتنان فأفادت العموم. ومن ذلك حديث عمرة، حديث ابن عباس في الصحيحين، عمرة في رمضان، عمرة النكرة في سياق الامتنان فأفادت العموم، ولولا سياق الامتنان لقيل إنها لفظ مطلق. السياق السادس النكرة في سياق الدعاء، كقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فلفظ حسن نكرة لكنه في سياق الدعاء فاد العموم. وقد ذكر أن النكرة في سياق الدعاء تفيد العموم الزركشي في كتابه البحر المحيط، وذكر أن النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم الزركشي في كتاب بحر المحيط، وابن النجار في شرح الكوكب، والشنقيطي في الأضواء، وغيرهم من أهل العلم. وبهذا يعلم أن النكرة تفيد العموم في السياقات الستة. تنبيه، الفعل يعامل معاملة النكرات، فحديث لا يمسن أحدكم ذكره، لا يمسن فعل في سياق النهي فيفيد العموم، سواء كان فعلا مضارعا أو غيرا من الأفعال،
فالمهم أن الفعل في أن الفعل يعامل معاملة النكرات، وقد ذكر هذا في البحر المحيط والشيخ ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية وغيرهم من أهل العلم أن الفعل يعامل معاملة النكرات، فإذا كان في السياقات الستة المتقدمة فإنه يفيد العموم. فائدة: صيغ العموم كثيرة وقد بلغت مئات، لكنها عند التدقيق والتحقيق ترجع إلى ما تقدم ذكره والله أعلم. وفي ختام هذا الدرس أوصي إخواني نفسي وإخواني بأن نضبط صيغ العموم، فإنها مهمة للغاية وهي سهلة للغاية، لكن تحتاج إلى أن تحفظ أولا ثم يتدرب عليها ثانيا، حبذا أن يجتمع اثنان فأكثر ويتذاكرونها ويتدربون عليها كثيرا حتى ترسخ علميا وعمليا ويسهل التعامل معها. وبعض إخواننا قد يصاب بردة فعل لأنه قد لا يكون درس النحو، فلا يميز بين أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، لا، هذا نقص كبير للغاية في طالب العلم، لابد أن يتفهمها، والأمر سهل ليس صعبا. وأوصي من لم يضبط أمثال هذه الأمور أن يستمع إلى شرح شيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب الأصول من علم الأصول في أمثال هذه المباحث، فإنه سهلها ووضحها. وكذلك أوصيها أن يدرس الأجرمية فإنها ليست صعبة، قد يجد صعوبة في أول الأمر، لكن مع المجاهدة والاستمرار والدعاء والجد انفتح له الباب. وكم من رجل كان مستصعبا علم النحو فلما اجتهد حتى فهمه أصبح من أحب العلوم إليه ومن أسهلها. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيراً.